معانا اتصال تليفوني من دكتور حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك يا أستاذة جيهان والسادة المشاهدين. أهلا بيك. يعني تفاصيل أكتر عن محصول الكينوا، وهل هو فعلا بديل للقمح دكتور حامد؟ والله دي معلومة مهمة، يعني أنا عاوز أصححها، يعني هو ليس بديل عن محصول القمح، لأنه طبعا هو محصول اقتصادي، نعم يدخل في كثير من الصناعات مرتفع الثمن، لكن إذا تم زراعته بمساحات كبيرة ممكن يتم خلطه مع القمح في صناعة رغيف الخبز ويساعد قدر الإمكان في تقليل الفجوة الاستيرادية. الفجوة الاستيرادية، يعني ما نبقاش عايزين نستورد قمح كتير لأنه هنخلط القمح بالكينوا. مظبوط؟ ايوه سامع حضرتك، اتفضل. دكتور حامد؟ طيب واضح ان في مشكلة في الخط، هنرجع نكلمه مرة تانية، لكن طبعا كان بيتكلم عن موضوع محصول الكينوا. يمكن الناس اللي سافرت بره يعني بشكل كبير بتعرف الكينوا بتتعمل في السلطات وبتضاف الى الأغذية والأشياء، طبعا هي قريبة جدا من عادي شكلها وهي في الـ الأرض، وطبعا كان في صورة تانية ده شكلها وهي بتكون يعني في الطبق أو مطبوخة أو ما شابه، يعني قريبة جدا من شبه الذرة أو شبه الـ البليلة أو ما شابه، يعني هي حاجة مغذية جدا ويمكن استخدامها في صناعة الخبز أو صناعة الحاجات اللي هي الكربوهيدرات يعني أو المواد النشوية، ممكن خلطها مع القمح علشان نعمل الخبز أو المعجنات أو كل ما شابه هذه الأشياء. طيب خلينا نروح لخبر تاني معانا. طيب رجع لنا الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة مرة تانية. أهلا بيك يا دكتور حامد. أهلا وسهلا بيك يا نور. كنا بنكلم حضرتك عن محصول الكينوا، كنت بتقول أنه يمكن خلطه. أنا عاوز أوضح لحضرتك أنه هو ليس بديل عن محصول القمح. لأنه هو محصول الحقيقة مرتفع الثمن، محصول اقتصادي يدخل في كثير من الصناعات، لكن احنا يعني هنحاول ان احنا ننشره في 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 المحاصيل، ننشره في مصر عن طريق تسجيل اصناف جديده من مركز البحوث الزراعيه خاصه بهذا المحصول. جميل. طبعا يعني هو لو تم زراعته بمساحات كبيره ممكن يدخل في صناعه او يساهم في تقليل الفجوه الغذائيه، ويساهم مع القمح ويدخل مع القمح في صناعة رغيف الخبز. جميل. يعني كمان من ضمن الأشياء اللي الخبر بيشير إليها دكتور حامد إنه يؤدي إلى انخفاض على أعداد البطالة وبيوفر فرص عمل للشباب. يعني ممكن نوضح؟ علشان هو محصول اقتصادي بيدخل في كثير من الصناعات، فممكن يعني يؤثر على أو يساعد على توفير فرص عمل للشباب. جميل. وهل هو بالفعل تم زراعته في عدد من المحافظات؟ تم زراعته في بعض المحافظات. تم مزروع 80 فدان، ودي مساحة قليلة، لكن تم إطلاق حملة قومية لهذا المحصول بحيث تزيد المساحات تباعا في السنوات القادمة إن شاء الله بإذن الله. طيب وهل أسعاره هتكون مناسبة ولا كمان يعني غالية زي القمح؟ أنا وضحت لحضرتك إن أسعاره مرتفعة، يعني مرتفعة، يعني هو هيكون أغلى من القمح. لما يتم زراعته بمساحات كبيرة ممكن تقل سعره، وعن طريق الأصناف التي يتم تسجيلها بمركز بحوث زراعية ممكن تكون أسعاره مناسبة إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة، وبيكلم طبعا عن محصول جديد إن شاء الله يدخل الأسواق المصرية وهو الكينوا.